مصطفى شلبي خد يعني خد وقت كبير جدا في المفاوضات. بدأت الأول من الأهلي، المفاوضات قعدت مع الأهلي شهر. حلو. وصلت ليه في الآخر؟ يعني 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 الأهلي كان عرض كام وأنت عرضت كام؟ خلاص احنا يعني ده موضوع مهم لازم الناس تعرفه. لازم الناس تعرفه. أكيد منك هيبقى مختلف. إيه الفكرة يعني؟ الأهلي وصل لغاية تقريبا 14 مليون أو 15 مليون على ما أتذكر في الموضوع. احنا بقى لنا سنة. وما نفعش بعد كل المحاولات. 14 مليون كان في لعيبه ولا 14 مليون؟ لا 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 لا, لا انا ما كنتش باخد لعيبه خالص من النادي الاهلي، يعني مش عشان حاجه طبعا، لعيبه النادي الاهلي يعني كواليتي عالي، بس انا عندي مشكله ان العقود بتاعتهم ما تناسبش عقود انبي في اوضه اللبس. فبعد ما المفاوضات حتى الولد عرض انه يدفع من فلوسه علشان يروح مصطفى شلبي. والمفاوضات مع كان الوكيل وتامر النحاس كان قاعد حاول كل المحاولات يعني، والمفاوضات وقفت. دخل الزمالك وكلمنا والولد وافق وراح. يعني الموضوع مش عارف، كان الناس كانت مستغربه جدا ساعه لما قلت كان مصطفى شلبي رغبته الاهلي، والناس صارت مش يعني مش عارف. طب هو كانت رغبته الاهلي، وانت قلت دلوقتي ان هو كان عايز يتنازل، ده مفيش مشكله. هل ساعه الزمالك هو اللاعب ما كانش عايز يروح الزمالك؟ طب امال لما راح ازاي؟ ما هو كان رغبته الاهلي ماشي، ما حبش ان هو يكمل في انبي. لا بص، عايز اقول لك على حاجه، عشان الناس قالت برضو ان انا رفضت اوديه الزمالك. انا مختلف عنهم، انا بشتغل باحتراف برضو، مفيش حاجه اسمها رفضت اديته الزمالك ولا وديته كده. مصلحه النادي بتاعي، والدليل على كده لما الزمالك حط 23 مليون جنيه راح للزمالك.